السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقائي؟ يا أصدقائي من فضلكم اشتركوا في هذه القناة، قناة ابن هيتم. إنه جديد على اليوتيوب، ومن فضلكم فعلوا جرس الإشعارات لكي يصلكم كل ما هو جديد، وشكرا لكم يا أصدقائي. السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بمقطع جديد، واليوم راح نحتفل برأس السنة على الطريقة الماينكرافتية، وبنفس اللحظة راح أشارك وياكم سيرفر هيتكرافت اللي سويته جديد، وقلت راح أنشر عنه، فحبيت أسوي بهالمناسبة راح أسوي 2 بمرة واحدة، واللي هو هذا السيرفر اللي جوه مثل ما تشوفون يا شباب. هسه واحد داخل بيه، خل ندخل ونشوف من الداخل جوه. يا شباب قبل لا نبدأ أتمنى تضغطون الزر لايك وتشتركون بالقناة، وأهم شي تفعلون الجرس وتسوون شير للقناة، يعني تسوون شير بالمجموعات مالكم بالقناة، تقولون أصدقائكم يشتركون بالقنوات مالتنا. بعد ما دخلنا إلى السيرفر، وهذا السيرفر مثل ما تشوفون، وهذا أيمن اللي كان داخل باللعبة، ومتت وباقي غراضي. يا ورع اعطيني غراضي، اعطيني غراضي يا ورع، اعطيني غراضي، اعطيني غراضي، ماكو السيف، وين السيف؟ يلا نطينا غراضي. اوكي يا شباب، بعد ما نطينا غراضي محضر لكم مفاجأة اللي هي شجرة راس السنة والكريسمس يا شباب. والله هاي قبل ساعة يعني سويتها على مود اشاركها وياكم قبل لا يجي راس السنة، وحاليا الساعة 10:00 بعد ساعتين ونطب 2020. وشوفوا يا شباب هذا التصميم اللي سويته، والله طول تقريبا من نص ساعة إلى ساعة إلا ربع، وأنا أسوي بس أجمع بالغراض وأدور من هذا الأحمر. أكثر شي تعبني هذا اللي خشب الأحمر. شوفوا يا شباب، شوفوا إيش كاتب اللي فوق، هسه نصعدكم وإيش مكتوب فوق. هابي نو يير 2020، ولي جو نورس. طبعا يا شباب إن شاء الله إذا بقى السيرفر هذا نفسه واستمرينا سنة الأخ نكتب 2021 ونسوي غير هاي الشجرة. يا شباب حبيت بس أشارك وياكم هاي الشجرة وبس. يا شباب أتمنى أعجبكم المقطع، الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة، أهم شي تفعيل الجرس، وسوون شير لأصدقائكم، وسلام.